السلام عليكم وتحية طيبة للجميع، إنما كنتم مرحبا بكم عام جديد. اليوم في هذا الفيديو غنتقاسم معكم حقائق صادمة، تقرير خطير ونزيه في نفس الوقت، تقرير من طرف صحفية إسبانية اللي بغات توصل الحقيقة بكاملها بلا زيادة ولا نقصان. هذا الشيء غنتقاسم معكم اليوم الإخوان، كيهم البوليزاريو طبعا وكيهم الحقيقة ديال الصحراويين اللي موجودين في تيندوف. واش فعلا هذوك الناس فعلا كيطالبوا بالاستقلال وفعلا هما اللي باغيين الحرية، ولا غير محتجزين ومظلومين من طرف جماعة إرهابية اللي كتتجر بحق هاد الناس هادو؟ هادشي اللي نتقاسم معكم أنا اليوم. قبل ما يسبني أي واحد كينتمي للبوليزاريو مثلا أو اللي يقول عليا عياش ولا شي حاجة، نتمنى قبل يحافظ على هاد الكلابي ديالو بلاتي يتفرج في هاد الفيديو، يتفرج في هاد التقرير اللي نتقاسم معكم ديال إسبانيا، صحفية إسبانيا، تقرير نزيه بلا زوق بلا نفاق، ما بغاتش يعني تزين المغرب وتقبح الجزائر، ولا بغات توري الحقيقة الكاملة وتعري على الواقع ديال البوليزاريو والمحتجزين اللي كاين في تيندوف اللي كترعاهم الجزائر طبعا، الحكومة الجزائرية بطبيعة الحال. هاد التقرير هذا ماشي طويل، غادي تشوفوا غادي تسمعوا حقائق اللي هي صادمة جدا على هاد الناس هادو، هاد الجماعة هادي، وتعرفوا ديك الساعة الحقيقة الكاملة. أنا ماشي أنا اللي قلته، ماشي أنا اللي درت هاد الشيء هذا كامل، أنا فقط جيت نتقاسم معكم المعلومة باش تعرفوا حقيقة المغرب وحقيقة الصحراويين وحقيقة اللي مور هاد الشيء كامل في القضية ديال الصحراء المغربية. تفرجوا في التقرير قبل ما تعلقوا، كملوا الفيديو عاد علق، ولا سميتك راجل اي واحد كينتمي لجماعة البوليزاريو نتمنى انه يعلق بطريقة نزيهة، قبل ما تسبني يعلق بطريقة نزيهة، يقول الحقيقة الا كان راجل يعلق بطريقة، يشوف التقرير هذا اللي درتو هاد الصحفية ومن بعد يعلق بطريقة نزيهة، واش هما على الصواب، واش هذه هي الحقيقة، ولا هاد الصحفية اللي مشات لتما وصورات وكل شيء وعينات هذاك الشيء اللي كيوقع واش كذوب ولا حقيقة. خليكم مع التقرير. في أحد الأيام بإسبانيا اقترب مني صحراوي مغربي وسألني: ماذا تعرفين عن موضوع الصحراء؟ أجبت أنني أعرف ما يعرفه الجميع، فدعاني لكي أقطع طريق الأصابع الأربعة. الأصابع الأربعة قلت له متسائلة، فحكى لي أن أربعة أصابع هي التي تفصل بين الحقيقة والكذب، حاسة السمع التي ترمز للكذب، وحاسة البصر التي ترمز للحقيقة. لذا قررت أن أقوم بهذه الرحلة التي قادتني إلى مخيمات تندوف. أريد لقاء هؤلاء اللاجئين بدون أرض والذين يعيشون في حالة عوز شديد، والذهاب إلى جانب المغرب حيث يقال إنه يوجد قمع وحظر للتجوال وحكم عسكري. ما عشته وما شاهدته يبدأ الآن. وصلت إلى تندوف ليلاً انطلاقاً من مطار عسكري، استقبلتني عائلة صحراوية وسائق يدعى دخيل، وهو الذي ظل يلازمني كظل طيلة الوقت. استرعى انتباهي سياج بآلات حادة. تمت حراستنا من طرف رجال الدرك الجزائريين حتى وصلنا إلى نقطة عسكرية للجيش الجزائري، حيث تكلفت جبهة البوليساريو بحمايتنا. أحاول تصوير خفية حتى لا ألتقط لوحة ترقيم السيارة، وطلب مني الحذر حتى لا ينتبه الجزائريون للأمر. خلال اليوم الأول من مقامي بمخيمات تندوف، اقتادوني إلى أحد البيوت وقيل لي إنها البلدية، وقدموا لي شخصا باعتباره العمدة ولم يسمحوا لي بالتصوير بالكاميرا. التقطت فقط بعض الصور، وكانت هذه واحدة من مطالبهم التي بدت لي منطقية في البداية. أردت مشاهدة الكثبان الرملية، وتم حملي إلى منطقة قرب المخيمات لرؤيتها. وعندما بدأت بالتجول وقفت على وجود أعمدة كهربائية. سأستدير للجهة الأخرى حتى تفهموا ما أريدكم مشاهدته عبر الكاميرا. عند تجاوزي للربوة لاحظت وجود أعمدة كهربائية، وصدمني عدم وجود كهرباء في الحي الذي أقيم فيه والذي لا يبعد كثيرا، وطلب مني مرافقي عدم تجاوز الربوة لأن خلفها يوجد جزائريون. سترونه لاحقا تعوزني الكلمات لوصفه. بدأت زيارتي للمستشفى برفقة شخص يرتدي بذلة بيضاء. وجدت نساء يحملن أطفالهن للعلاج نظرا لوجود طبيب أطفال في الزيارة للمستشفى. صادفت أبا وابنه، هما طبيبان إسبانيان. واحد من الأمراض التي تحتاج مواكبة دائمة والتي نجدها في المخيمات هو مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. النتيجة عن أسلوب العيش بسبب ظروف الحياة في المخيمات ونقص الأدوية. فنحن عندما نأتي إلى هنا نصطحب معنا أزيد من 1000 كيلوغرام من الأدوية. لكن تدبير الدواء هنا معقد، وعندما نعود بعد 5 أو 8 أشهر نجد أن هذه الأدوية قد اختفت. متطوعة حرة تتنقل منذ 12 عاما إلى مخيمات تندوف.
بكل تأكيد هناك نقص كبير، مشاكل صحية بالجملة، هناك الكثير من وفيات الأطفال رغم أنهم ينفون ذلك. فعندما أزور بعض العائلات أجد عندهم رضعا، وبعد عودتي بأشهر لا أجدهم. يعني هناك مستوى مرتفع لوفاة الأطفال بمخيمات تندوف. بعدما انتهت زيارتي التي وقفت خلالها على حالة الفوضى التي يعيشها المستشفى، تم استحابي مرة أخرى إلى مكتب مدير المستشفى، وكان همهم الوحيد هو التأكد من رأيي بشأن إذا ما أن المكان ملائما ليكون مكتبا لمدير المستشفى، وطلبوا مني التوجه للهلال الأحمر. وهناك لم أعثر سوى على عاملين يتناولون أطعمة ومشروبات ويشاهدون التلفاز. نحن نتحدث عن ساكنة معزولة منذ سنوات طويلة، والجزائر هي الداعم للصحراويين. وإذا نقبنا في عمق هذا الدعم ماذا نجد؟ مجرد صحراء قاحلة لا تنفع الجزائر في شيء، ولا شيء آخر تقوم به الجزائر. وإذا تحدثنا عن تسهيل دخول البضائع للمخيمات، فالصحراويون هم من يدفعون ثمنها بشكل أو بآخر، مثل المساعدات التي نحملها لهم. هذه كلها أموال تذهب إلى الجزائر، وأيضا رسوم التأشيرات. فجميع منظمات المجتمع المدني عليها الحصول على ترخيص من الجزائر، والجزائر في نهاية المطاف هي فلتر لكل شيء، هي تملك هذه السلطة. وأخيرا استطعت محاورة أحد اللاجئين داخل مخيمات تندوف، اسمه محفوظ، سيروي لي حقيقة صادمة وقاسية ولا يعرفها إلا قلة من الناس. عالم مليء بالظلم بالنسبة للكثيرين، إنه واقع مرعب. عندما بدأت هذا العمل أردت أن يكون فيلما وثائقيا نزيها، وأن أقدم لكم الحقائق كما هي وكل ما يحصل في الصحراء. كنا نتحدث خارج تسجيل وقلت لي إنك تشعر بنفسك ضحية للنزاع حول الصحراء. نعم، احكي لنا. هذا هو، أنا صحراوي لكني 100% ضحية لنزاع الصحراء. عندما يتحدث أي شخص عن حقوقه لا يعجبهم الأمر، لا يعجبهم أن يقول أي شخص الحقيقة. كتب على جدران عبارة اخرجي يا جبهة البوليساريو، يبدو متأثرا لأنه كان يبكي قبل التسجيل. ماذا يحصل لو أن أحدهم فتح فمه وتكلم؟ سنذهب إلى السجن مثلي أنا، يمكن أن يزج بي في السجن غدا أو بعد غد والعام المقبل. يعني أنك غمضت بنفسك عندما شرعت في الحكي لي كل هذه الأشياء بعد مشاهدتهم لهذا الفيلم؟ نعم، يمكنهم المجيء إلى بيتي واعتقالي أو ضربك أو وضعك في السجن أو قتلي. يعني أنك تعرض حياتك للخطر بالقول إن ما يحصل في المخيمات ليس هو ما يتم الترويج له. لا، نحن نتحدث عن شخص يعرض نفسه للخطر وهو معرض لفقدان أعز ما يملك وهي حياته بقوله إن الواقع ليس هو ما يروج له. في تعليمات جزائرية بسجن أشخاص على أنه أشخاص مطلوبين عند الجزائر، وكأن القيادة تخدم عند الجزائر باش هذه الساكنة اللي منها متناقض مع الأفكار الجزائرية مع الطرح الجزائري يدخله السجون. أنت إنسان شجاع. أنا؟ أنت، لأنه بالنظر إلى ما تحكيه والخطر الذي يمكن أن تواجهه قبلت الحديث أمام الكاميرا. أنت تمتاز بشجاعة نادرة وتعرض حتى عائلتك للخطر. المساعدات التي تبعثون بها من إسبانيا يقومون ببيعها في الرابوني ولا تصل إلى منازلنا. يتاجرون بالمساعدات التي نقوم بإرسالها؟ نعم، كل شيء هو تجارة بالنسبة إليهم. يبيعون المساعدات في منطقة بشار أو وهران. لم نحصل يوما على مساعدة من الأرز أو التون من إسبانيا. أقسم لك بحياة أمي، ما سترونه لاحقا تجاوز حدود فهمك إنسان. لقد قرر محفوظ لأول مرة أن يحكي عن التجربة المخيفة التي عاشها، ونتيجة لاحتجاجك تعرضت للعقاب. احكي لنا. جاءت سيارة واصطحبوني وذهبنا إلى مكان لا أعرفه بالضبط خلف منطقة الرابوني، وقاموا باغتصابك. نعم، تعرضت لأشياء قاسية لا يمكن الخوض فيها، وتوجهت لمركز الشرطة التابع لجبهة البوليساريو، لكن كل جهة كانت ترسل للأخرى بدون حل. في النهاية قررت الصمت خائفا، هنا يتملكني الخوف. طيب، شهادة مؤثرة لأنه عقاب من أجل الاحتجاج والتعبير عن معارضة حكومة البوليساريو. أعود مرة أخرى للتسجيل بهذه الطريقة، واخترت بعناية هذا الجدار حتى لا يعرف مكاني بالضبط. حاولت الكلام مع أناس عن الواقع الذي يعيشونه، يريدون الكلام لكن بعيدا عن عدسة الكاميرا، بل حتى أنهم يرفضون أن تسجل أصواتهم، يشعرون بالخوف لأنهم إذا تحدثوا عن الظروف التي يعيشونها سيتم حرمانهم من المساعدات
وسيدفعون ثمنا جراء ذلك. وهذا العقاب لن يكون من طرف أوروبا أو الجزائر، بل من طرف جبهة البوليساريو. الناس جميعهم يشعرون بالخوف من الشرطة والسياسيين المنتمين لحكومة البوليساريو. الحقيقة أنه عندما يحتج أحدهم مثل ما حصل مع عائلتي يزجون بهم في السجن. بعد زيارة لمخيمات اللاجئين بتندوف ومدينة العيون في الجهة المغربية، أدركت أن العار يوجد في جهة واحدة ولم أعثر عليه في الجهة المغربية، حيث تعرفت على صحراويين وقابلت عائدين من تندوف. استطعت الحديث معهم بكل حرية وتجولت بكل حرية في الشوارع. لم أشعر بالقمع في أي لحظة من اللحظات، ولم أرى عناصر الجيش في أي مكان. وحيث كان من المفروض أن أشعر بالحرية أي داخل مخيمات تندوف، كان هو أكثر مكان شعرت فيه بالخوف. ساكنة مخيمات تندوف هم لاجئون بأقدام حافية يمشون فوق أسلاك شائكة بينما يراكم قياديو الجبهة الثروات. أنا قمت بقطع مسافة الأصابع الأربعة التي تفصل بين الكذب والحقيقة، وهذا ما حضرته من أحداث وهذا ما عشته. إذن الإخوان والأخوات، كيف ما شفتوا التقرير الكامل ديال الصحافة في إسبانيا، كما قالت هي تقرير نزيه عن الحقيقة اللي كاينة في القضية ديال الصحراء المغربية، بلا زواق بلا نفاق بكل نزاهة، بلا ما نشكر في المغرب لا والو. يعني شكون هادو؟ بوليساريو، جماعة كتحتاج واحد الناس اللي هما صحراويين أحرار اللي أصبحوا عبيد، اللي أصبحوا يتاجرون فيهم في المساعدات الدولية وكيعيشوا أسوأ ظروف. وفي آخر المطاف هاد الناس اللي كيقولوا لأنهم بوليساريو كيطالبوا بالاستقلال، هادو كيقولوا لرسوم يعني نزهاء، هادو كيقولوا لرسوم أن ديمقراطيين، هادو كيقولوا لرسوم بأنهم يعني شعب يريد تقرير مصيره، في الحقيقة أن الشعب لا يتكلم، تتكلم جماعة اللي هي مكونة من عدد من البشر اللي مطرق على عباد الله واللي كيتجر بهم واللي كيستعملهم يعني كبيدق وتحت إشراف الجنرالات ديال الجزائر الشقيقة. جزائر الشقيقة بلد حبيب وعزيز على قلوب المغاربة، ولكن مع الأسف نظام فاسد 100%. النظام الجزائري هو نظام فاسد، نظام فاشل، نظام لا يعرف إلا الفشل. إذن هنا إخوان ديالنا كنتقسم معكم هادشي هذا، وكنتسنى منكم التعليق، قولوا لي شنو رأيكم في هذا الفيديو إن شاء الله. ديروا لايك وبارتاجيو حتى الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.